السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله ده هيبقى الريكوردنج الخاص بسيكشن رقم 3 اللي احنا هنبدا نتكلم فيه عن الجزء، نكمل فيه بقى او ننهي فيه الجزء الخاص بالفلويد بروبرتيز. وهنبدا في السيكشن ده نتكلم على فلويد بروبرتي مهمه جدا، وتعتبر هي اهم فلويد بروبرتي، وهي الايه الفيسكوستي او الايه او اللزوج. فبداية كده لازم حد بس مقدمة سريعة عن الفيسكوستي، وان هي تعريفها بيبقى ايه، ان هي بتبقى ميجرمنت او مقياس للاستيكنس بتاعة الفلويد، ان هو ايه مدى الاستيكنس بتاع الفلويد. على سبيل المثال، مثلا لو انا عندي مية مثلا وعندي عسل، فبلاقي دايما ان انا عندي العسل بيبقى لزج اكتر من ايه، اكتر من المية. او بيبقى لها تعريف تاني برضو، ان هي بتبقى ميجرمنت الايه لو مقاومة الفلو ان هو يحصل له سريان. نفس المثال برضو، لو انا عندي مية وعندي عسل، فانا لو جيت مثلا اصب مثلا الميه، فبلاقي الميه بتندلق بسهوله، على عكس مثلا العسل ان هو بياخد وقت اكتر عشان هو ايه ان انا ادوه مثلا او انقله من مكان للايه للتاني. تمام، فده كده كان هو تعريف الايه الفيسكوستي. طيب ايه هو بقى السبب او الكوز او الريزون اللي بيسبب الفيسكوستي؟ السبب بتاع الفيسكوستي هيختلف من الليكويد للجاز. بمعنى ان انا عندي في حاله الليكويد حاليا، ان انا عندي ايه، ان انا عندي اللي بيسبب اللزوجه هو الكوهيسيف فورسز او الاتراكشن فورسز اللي موجوده ما بين المولكيولز او ما بين الجزيئات وايه وبعضها. تمام، لكن في حاله الغازات انا عارف ان قوه الترابط بتبقى ضعيفه، فبالتالي ده اكيد يبقى السبب اللي هيسبب اللزوجه في حاله الغازات، ان هو هيبقى ايه مش قوه ترابط. امال هيبقى ايه؟ انا دايما ببقى عارف ان الغازات بتبقى حركتها عشوائيه، وحركتها دايما بتبقى راندم، تمام، بتخبط في بعضها. فبالتالي الريت اللي بيحصل بيه تصادمات ما بين الجزيئات بتاعه الغاز هو ده اللي هيسبب الايه، هيسبب اللزوجه. فبالتالي هقول ان سبب اللزوجه في حاله الغاز هو الكوليشنز او التصادمات اللي بتحصل ما بين الايه، اللي ما بين المولكيولز. تمام، واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي دي كده كانت ايه مقدمه عن تعريف اللزوجه، واللي وهو ايه هو السبب بتاع اللزوجه سواء في الليكويد او في الايه او في الجاز. تمام، طيب بعد كده بقى هبدا اخش على قانون مهم او اللي هو الشير ستريس. تمام، لما نيجي نتكلم على الشير ستريس اللي موجود في الايه في الفلويد. تمام، احنا دايما نبقى عارفين ان انا عندي الفرق ما بين الفلويد والسوليد، ان انا عندي الفلويد الاستريس بيتناسب مع الريت اوف سترين. تمام، وده اللي بيفرقه عن السوليد، ان انا عندي في حاله السوليد الاستريس بيتناسب مع السترين، لكن في حاله الفلويد الفرق ان انا عندي الفلويد الاستريس اللي انا باثر بيه على الفلويد ان هو بيتناسب مع السترين ريت، او اللي بيبقى اسمه الريت اوف ايه، ريت اوف شير سترين. تمام، فبالتالي كده لو انا جيت، لو افترضت مثلا ان انا عندي يعني انا عندي element او حاجه بشكل ده على شكل مستطيل مثلا، ابعاده دي واي، والبعد في اتجاه الاكس ان هو هيبقى دي اكس، البعد ده هيبقى دي اكس. تمام، فبالتالي ساعتها لو انا اثرت عليه بجهاد شير او بشير استرس زي ما واضح قدامكم اللي هو باللون الاحمر ده، فبالتالي ده هيأثر عندي سترين اللي هو بالزاويه سيتا، ان انا حاليا ان انا عندي الشكل بتاع الاليمنت اتغير، ان هو حصل له تشوه او ايه، او حصل له ديفورميشن. تمام، واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي كده لو انا جيت عرفت ان انا جيت زي ما شفنا دلوقتي، ان انا عندي ايه، ان انا اتفقنا ان انا عندي الاستريس بيتناسب مع الريت اوف سترين او السترين ريت اللي هي دي سيتا باي تي، لان انا عندي السيتا دي بتمثل السترين، او اللي هو رد ان هو ده بيمثل رد الفعل نتيجه ان انا اثرت على الفلويد اليمنت بتاعي بايه، بجهاد قص او بالايه او بالشير ستريس. تمام، فبعد بس شويه تبسيطات كده زي ما شفنا في المحاضره، انا مش هخش في التفاصيل بس انا هكتب القانون على طول. فبالتالي اهم قانون انا اقدر احسب منه الشير ستريس، ان انا عندي التاو بتساوي ايه، ان هي بتساوي ميو دي يو باي دي واي، بحيث ان انا عندي الميو دي بتمثل الفيسكوستي او الكوفيشنت اوف فيسكوستي، والدي يو باي دي واي دي بتمثل بقى ايه، حالة ان هي بتمثل الفيلوستي ديستريبيوشن. تمام، ونتيجه ان احنا دايما بنعتبر ان انا عندي فيلوستي ديستريبيوشن ده بتاعي، فهو بيبقى ان هو بيبقى لينير، فبالتالي زي ما شفنا في المحاضره، فبالتالي التسهيل هنقول ان هو ايه، اقدر احول الديو باي دواي ان هي من صوره ديفرنشال ان هي تبقى عباره عن دلتا يو على دلتا واي، ان هو بيمثل التغيير اللي بيحصل للفيلوستي في الواي دايركشن على المسافه اللي بيحصل فيها التغيير. بمعنى ايه؟ لو احنا جينا كده اخدنا مثال بسيط كده، مثلا على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك ان انا عندي في فلو، انا عندي في فلو ما بين تو بليتس، واحد بيتحرك، واحد فيكسد زي ما واضح قدامكم كده، تمام، ده فيكسد، وفي بليت تاني بيتحرك بسرعه 3 متر على الثانيه، والمسافه ما بينهم ايه، نص متر. فبالتالي طالما انا عارف بيبقى عند المحاور بيبقى بالشكل ده، ان هو بيبقى مديني ان انا عندي ده الاكس دايركشن وده الواي دايركشن. تمام، فانا لما اطلب منك ان انا عايز دلتا يو،
دي يو باي دي واي، او اللي هي دلتا يو على دلتا واي هتساوي كام بقى؟ هلاقيها ان هي بتساوي زي ما اتفقنا نعملها باللون الاحمر، ان هي هتساوي دلتا يو على دلتا واي، تمام؟ فاللي هي هتساوي ايه؟ حاليا انا عندي السرعه بتتغير ما بين 3 ل 0، يبقى 3 ناقص 0. طيب الدلتا واي هتبقى بكام؟ هلاقي ان هي بكام؟ بنص متر. فبالتالي كده انا قدرت ان انا احسب الايه؟ الديو باي دي واي، ان هي بتمثل الايه؟ ان هي بتمثل velocity distribution، او ان انا اقدر اقول للتسهيل انها عباره عن دلتا يو على دلتا واي، تمام؟ يبقى كده يا شباب احنا قدرنا ايه؟ ان احنا ايه ندي كده مقدمه سريعه عن القانون بتاع الشير ستريس، واللي هو بينتج اصلا نتيجه الفيسكوستي بتاعت الايه؟ بتاعت الفلويد، تمام؟ واضحه كده يا شباب؟ يبقى دي كده كانت ايه اول حاجه. بعد كده انا عندي تو بروبرتيز اللي هو الفيسكوستي، ان انا طريقتين ان انا اقدر استخدمها، او تو بروبرتيز ان انا اقدر استخدمها ان انا اقيس الايه؟ الفيسكوستي. اول حاجه كده وانا جيت زومت على الجزئيه دي كده، فاول حاجه معايا اللي هي الايه؟ الدايناميك فيسكوستي اللي هو بيبقى الرمز بتاعها ميو، تمام؟ دايناميك فيسكوستي الوحده بتاعتها ان هي بتبقى باسكال في السكند، او الباسكال زي ما اتفقنا ان انا عندي الباسكال بيبقى عباره عن ايه؟ اليونت بتاعته ان هي بتبقى نيوتن على المتر مربع، تمام؟ فبالتالي دي هي اليونت بتاعت الميو، تمام؟ الحاجه اللي بعد كده في يونت تانيه انا اقدر استخدمها اللي هي ايه؟ الامبوز، تمام؟ ان انا عندي معلش دي اخليها بس باسكال في السكند عشان بس دي كانت غلط، ان انا عندي الوان باسكال في السكند اللي انا كنت لسه مطلعها قدامك دي، تمام؟ ان انا عندي اليونت دي 1 باسكال في السكند، اقدر اقول ان هي بتساوي كام؟ ان هي بتساوي 10 ايه؟ 10 باسكال، تمام؟ فدي برضو انا ممكن اجيب لك في الامتحان اقول لك ان انا عندي الفيسكوستي يا اما مثلا تبقى مباشر ان هي باسكال في السكند، او اجيبها لك بوحده البواس، فبالتالي ساعتها ان انت ايه؟ هتقسم على 10 عشان تحولها ايه؟ باسكال في السكند، تمام؟ طيب طريقه ثانيه نقدر اعبر بيها عن الفيسكوستي، هعبر عليها باستخدام الكايناماتيك ايه؟ فيسكوستي اللي هي بتاخد الرمز ايه؟ في، ان هي في مكسره من ايه؟ من على الشمال من فوق، تمام؟ الوحده بتاعتها بتبقى بمتر، متر تربيع على الثانيه، وكمان ليها واحده تانية اللي هي ايه؟ ان انا عارف لو انا جيت على سبيل المثال جيت قلت لك ان انا عندي الواحد متر تربيع على الثانيه، لو انا جيت حولتها لسنتيمتر تربيع على الثانيه، فبالتالي عشان احول من متر سنتي تبقى ب 100، لكن لو متر تربيع هتبقى ب 10 اس 4، تمام؟ السنتيمتر تربيع على الثانيه دي برضو بيبقى ليها واحده تانية اللي هي الايه؟ الاستوك، فبالتالي ساعتها هقول ان 10 اس 4 هشيل السنتيمتر تربيع على الثانيه دي واقول ان هي بتساوي ايه؟ سنتي ستوك، تمام؟ فبالتالي دي كده يا شباب هي ايه الطريقتين اللي اقدر اعبر بيها عن الفيسكوستي، سواء بالدايناميك او بالكايناماتيك ايه فيسكوستي، تمام؟ هلاقي في النهايه ان انا عندي ان انا بربط بينهم بقانون اللي هو ايه؟ ان انا عندي الفي الكايناماتيك فيسكوستي بتساوي ايه؟ هلاقيها ان هي بتساوي الميو على الرو، ان هي بتساوي الدايناميك فيسكوستي على ايه؟ على الدنسيتي. فبالتالي ممكن في المساله ان هو يديني مثلا الكايناماتيك فيسكوستي وبعد كده يديني الرو او السبيسيفيك جرافيتي، فابتدي اقدر احسب منها ايه؟ الميو اللي هي الايه؟ الدايناميك فيسكوستي، تمام؟ واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي دي كانت مقدمه بقى عن الجزء بتاع الفيسكوستي، شفنا التعريف وشفنا السبب بتاع الفيسكوستي والقانون بتاع الايه؟ بتاع الشير ستريس. تعالوا بقى ايه؟ نطبق بالقوانين دي بقى ايه؟ ايه؟ على المسائل. طيب تعالوا كده يا شباب نبص مع بعض على ايه؟ على اول مساله ايه معانا هنا، تمام؟ قال لي هنا ان انا عندي هنا ايه في المساله؟ قال لي ان هنا ان انا عندي ديسك، تمام؟ او سي حاجه على شكل مثلا سي دي كده او اسطوانه، يعني ان هي بتنزل على مستوى مايل، تمام؟ بحيث قال لي ان انا عندي الوزن بتاع الديسك ده ان هو كان 120 نيوتن، وان هو الدايمتر بتاعه كان بكام؟ كان ب 50 سنتي، تمام؟ قال لي ان هو عشان ينزل عشان يسهل نزول الديسك ده على مستوى المايل جه عامل ايه؟ جه ان هو جه مستخدم اويل، تمام؟ وجه قال لي ان انا عندي الفيسكوستي بتاعته ان هي بكام؟ قال لي ان هي بنص باس، تمام؟ كمان قال لي ان انا عندي الجاب اللي موجود ما بين الديسك اللي عندي موجود ما بين المستوى المايل ان هو بكام؟ ب 2 من 100 ايه؟ ب 2 من 100 سنتي، تمام؟ ايه بقى اللي هو طالبه مني؟ طالب مني ان هو عايز يعرف ايه؟ طالب مني ان هو عايز الكونستنت سبيد اللي الديسك هينزل بيها، اللي الديسك ايه؟ هيتحرك بيها، تمام؟ طيب المسألة دي هعملها ازاي؟ لو احنا فاكرين المسألة دي تعتبر شبه شكلها مش غريب علينا، احنا كنا بناخد شبهها في الميكانيكا بتاعت اعدادي، ان انا لما كان بيقول لي مثلا انا عندي جسم بينزل على مستوى مايل، فكنت بشوف الفورسز اللي بتأثر عليه، تمام؟ فاحنا فاكرين الميكانيكا ان انا لما بيكون عندي ف
في عندي جسم او في اوبجكت بيتحرك بسرعه كونستانت، فبالتالي ده معناه ان انا عندي سيجمال فورس اللي عليه بتساوي كام؟ ان هي بتساوي زيرو. فبالتالي انا لما يكون عندي كونستانت سبيد فمعناها ان انا عندي سيجما فورس بتساوي زيرو. بمعنى تاني ان انا عندي ان انا هيكون عندي ان انا عندي الدرايفنج فورس او الابلايد فورس او الفورس اللي بتسبب الحركه هتساوي الريزيستنج فورس او الفورس اللي بتعكس الحركه. طيب هو انا عندي ايه الفورس اللي هتسبب الحركه والفورسز اللي هتعكس الحركه؟ لو انا جيت بصيت على كده فده هو عندي الشكل بتاعي. لو انا بصيت من ناحيه الميكانيكا ان انا عندي في جسم ليه ويت معين بيتحرك على مستوى مائل، فانا دايما عارف ان انا عندي الويت بيأثر لتحت، بس ده مش هو الاتجاه بتاعي، ده مش اتجاه الحركه بتاعي، انا اتجاه الحركه في المستوى المائل، فبالتالي لازم اجيب مركبه الحركه او مركبه الوزن في اتجاه المستوى. فبالتالي هيبقى عندي ايه؟ انا لما اجي احللها هيبقى عندي ايه؟ ان انا هيبقى عندي دي دبليو ساين كام؟ ساين 30. تمام، دي هي ده هو ان انا حاليا انا لما دي عامله كده مثلا لما انا بنزل على مستوى مائل او بتزحلق على مستوى مائل، فلو انا بنزل تحت تاثير الوزن. تمام، طيب ايه اللي هيعاكس الحركه لو انا جيت رسمتها بلون تاني؟ في حاليا ان انا بيعاكس الحركه اللي هي الفيسكس فورس بتاعت الاويل، ان انا عندي الجسم وهو الديسك ان هو تحتيه اويل، الاويل ده هو بيسبب فيسكس فورس هي اللي بتعاكس الايه؟ هي اللي بتعاكس الحركه. تمام، فساعتها لازم اكون عارف ان انا عندي زي ما اتفقنا قلنا دلوقتي انا عندي درايفنج فورس اللي هي الويت وريزيستنج فورس اللي هي الايه؟ الفيسكس فورس. تمام، دي كده ايه اول حاجه. طيب بعد كده بقى لما انا اجي اعوض في القانون، اتفقنا ان انا عندي الوزن بتاعي كان 120 نيوتن في ساين 30. طيب الفيسكس فورس هتبقى عباره عن ايه؟ الفيسكس فورس هتبقى عباره عن الشير ستريس. تمام، احنا كنا عارفين دايما ان انا عندي الشيء، ما خدناش غير قانون واحد انا اقدر احسب منه الفيسكس فورس او الشير ستريس اللي هو ايه؟ ميو في دي يو باي دي واي. طيب احنا الميو دي باي دي يو باي دي واي دي فورس ولا ستريس؟ لا، احنا اتفقنا ان انا عندي ميو دي يو باي دي واي دي اللي هي شير ستريس، او بمعنى صح ان هي ستريس، بس انا المشكله ان انا عندي الناحيه الثانيه دي فورس، وانا هنا عندي تاو او عندي ستريس، فبالتالي ما ينفعش اساوي فورس بستريس. فبالتالي هعمل ايه بقى؟ قبل ما اشوف احنا هنعمل ايه لازم اكون لازم تكون ان انت عارف حاجه، ان انت يكون عندك لازم تكون عندك ان انت عارف دايما ان الاستريس بيساوي فورس على الاري. وعشان اقنعك بدي كان في مثال كده دايما بناخده دايما حتى في ثانويه عامه او الفيزياء بتاعت اعدادي، ان انا دايما عندي البريشر بيساوي كام؟ دايما ان هو كان بيساوي الفورس على الايه؟ على الاري. تمام، فبالتالي عشان انا اقدر احول ان انا عشان اقدر احول الاستريس احوله لفورس، فبالتالي انا هعمل ايه؟ هضرب الاستريس ده هضربه في اري عشان اقدر اخلي ايه؟ الفورس معايا. فبالتالي لو انا عايز اجيب الفيسكس فورس بتاعتي فانا هعمل ايه؟ ان انا هيبقى عندي ميو دي يو باي دي واي وحاجه رايح ضاربها في الاريا اللي عندي. طيب الاريا اللي عندي بقى دي هتبقى انهي اريا؟ دي اللي هي الاريا اللي بيحصل فيها تلامس ما بين الجسم وما بين الاويل، اللي هي اقدر اقول ان هي بتمثل ايه؟ ان هي الكونتاكت اريا او مساحه التلامس. طيب انا لو عندي ديسك نعتبر مثلا ان انا عندي مستوى مائل وفي سي دي نازل عليه، فالاريا اللي هيبقى عليها تلامس هي سيركل، هي دايره. تمام، فبالتالي ساعتها ايه الاريا دي؟ كونتاكت اريا دي هتبقى الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت السيركل. طيب تعالى كده ناخد المساله كده ايه واحده واحده. تمام، لو انا جيت بس دي ناخدها كده مع بعض واحده واحده. فاول ترم معايا كده هو الميو، الميو زي ما اتفقنا هو كان مديها لي في اول مساله، كان مديها لي تقريبا برقم بواز، فبالتالي هقسم على 10 عشان احوله لايه؟ بس كان في ثانيه، فبالتالي ده معايا. طيب الترم اللي بعد كده اللي هو الدي يو باي دي واي هحسبها ازاي بقى؟ تعالى كده ناخد ايه المساله مع بعض كده ايه واحده واحده. هو قال لي ان انا عندي في جسم انا عايز بينزل بسرعه معينه، انا عايز ايه؟ احسبها وعايز اجيب الدي يو باي دي واي، عايز اجيب الفيلوسيتي ديستريبيوشن. فانا لو جيت زومت على الجزئيه دي اللي هي المساحه المحصوره او الجاب اللي موجود ما بين الجسم والمستوى المايل، فهروح كده ايه ازوم عليه كده. فهلاقي ان انا عندي السرعه في خلال الجاب ده بتتغير من فين؟ هلاقيها ان هي بتتغير، جيت رسمتها باللون مثلا الكحلي ده، فهلاقي ان هي بتتغير من سرعه 3 متر على الثانيه عند الجسم، ان احنا زي ما خدنا في المحاضره ان انا عندي نو سليب كونديشن، ان انا عندي الفلويد بياخد سرعه الجسم الملامس ليه، فانا عندي الجسم نازل بسرعه معينه، فاكيد عندي الجسم ده هلاقي ان انا عندي فلويد هيبقى ليه مثلا سرعه في نوت مثلا. تمام، لغايه ما انا اكون عند المستوى المايل ده. تمام، ان هو انا عندي المستوى المايل ده ان هو مستوى فيكسد ما بيتحركش، فبالتالي هلاقي ان انا عندي سرعه الجسم عنده هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. فبالتالي ده هو هيبقى الفيلوستي ديستريبيوشن ايه بتاعي. تمام،
ان انا عندي السرعه بتتغير من في نوت عند الجسم بتاعي لغايه زيرو عند المستوى ايه المائل، تمام؟ فبالتالي ساعتها هلاقي ان انا عندي زي ما شفنا ان انا عندي الديو باي دي واي، زي ما اتفقنا ان انا عندي نتيجه ان انا عندي الفاريشن في الفيلوسيتي بيبقى لينير، فاقدر اقربها ان هي بتساوي دلتا يو على دلتا واي، فهتساوي ايه؟ هلاقيها ان هي بتساوي في نوت السرعه عند الجسم ناقص زيرو على الجاب اللي عندي ان هو كان بكام؟ كان ب 2 من 100 ايه؟ سنتي، تمام؟ وعشان احول من سنتي لمتر فهعمل ايه؟ فهضرب في 10 اس سالب 2، تمام؟ وبالتالي ده هو هيبقى الايه؟ ده الفاريشن في الايه؟ ده الدلتا يو دي يو باي دي واي او الفاريشن في الفيلوسيتي عندي، تمام؟ طيب زي ما اتفقنا برضو يا شباب، انا زي ما اتفقنا ان انا عندي الكونتاكت اريا، اتفقنا ان هي سيركل، تمام؟ ان انا عندي لو عندي زي ما شفنا انا عندي سي دي مثلا، الديسك ده اعتبرناه ان هو للتبسيط مثلا ان هو سي دي نازل على مستوى مائل، فمساحه التلامس هتبقى الاريا، الاريا بتاع الدايره ان هي باي على 4 دي سكوير، هو كان مديني الدايمتر بنص متر، فبالتالي ان انا اقدر احسب الايه؟ احسب الاريا بتاعتي، تمام؟ فبالتالي بقى لو رجعت للقانون بتاعتي بعد ما عوضت بكل القيم اللي عندي، ان انا عندي الويت بيساوي 120 ساين 30، الميو كان هو مديها لي بنص بواص فهقسم على 10 عشان احولها لباسكال في السكند، بعد كده ده القانون بتاع الديو باي دي واي والجزئيه دي بتاعت الايه؟ بتاعت الاريا، فبالتالي دي كانت عندي ميو والجزء ده اللي هو ديو باي دي واي مضروب في الايه؟ مضروب في الاريا، تمام؟ حاليا مش عليها بس غير عندي ان هو مجهول وحيد اللي هو الفي نوت، فمجرد تعويض مباشر على الاله الحاسبه هقدر اطلع ان انا عندي الفي نوت بتساوي كام؟ 1 وتقريبا 22 من ايه؟ من 100، تمام؟ واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي دي كانت ايه؟ كانت اول مساله معايا. تعالوا بقى نشوف ايه افكار تانية على الجزئيه بتاعت الايه؟ بتاعت الفيسكوست. طيب تعالوا بقى يا شباب نشوف مع بعض كده ايه مساله تانية، تمام؟ بيقول لي ان انا عندي هنا ايه في المساله؟ بيقول لي ان انا عندي سلندر، تمام؟ الدايمتر بتاعها 25 مللي، وبحركها جوه زي هول موجوده في ايه؟ في سلندر، تمام؟ قال لي ان انا بحرك السلندر دي جوه حاجه اسمها بيرنج، دي عباره عن سلندر لو احنا مش متخيلين الشكل عامل ازاي، فهي حاجه عامله بالشكل ده كده، ان انا عندي سلندر حاجه بالشكل ده كده، تمام؟ وانا بحركها جوه هول او جوه سلندر بالشكل ده كده، ان انا بحركها لينير جوه الايه؟ جوه السلندر بتاعتي، تمام؟ طيب فبالتالي هو بيقول ان انا عندي ايه بقى في المساله؟ بيقول ان انا عم بحرك السلندر دي جوه البيرنج او المحمل، تمام؟ وعشان اسهل الحركه بتاعتها فقال لي ان انا مستخدم ايه؟ ان هو مستخدم اويل، تمام؟ قال لي ان انا عندي فيها الكايناماتيك فيسكوست بتاعته ان هي 8 في 10 اس 4 متر تربيع على الثانيه، تمام؟ وكمان مديني السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاويل اللي بكام؟ 91%، يعني هو بطريقه غير مباشره مديني ان الرو بكام؟ 91% في 1000 ان هي بكام؟ 910، تمام؟ ومديني كمان ان انا عندي السلندر دي بتتحرك بسرعه ثابته او كونستنت فيلوس 3 متر على الثانيه، وكمان مديني ان انا عندي الجاب اللي السلندر بتتحرك بيه ان هو بكام؟ 3 من 10 ايه؟ مليمتر، تمام؟ ايه بقى اللي هو طالبه مني؟ طالب مني ان هو عايز يشوف الابلايد فورس او الفورس اللي بتسبب الحركه عشان تحرك السلندر بايه؟ بكونستنت سبيد او بسرعه ثابته، تمام؟ طيب تعالوا كده شباب ايه نشوفها مع بعض. زي ما برضو ما شفنا المساله اللي فاتت ان هو طالب مني هنا في المساله ان هو قايل لي السلندر دي بتتحرك بكونستنت فيلوسيتي، فبالتالي كده معناها ان الابلايد فورس بتساوي الريزيستنج فورس. فعلى سبيل المثال لو انا افترضت هنا ان انا عندي في دي فورس بتحرك السلندر بالشكل ده، ان هي فورس لينير بتحرك السلندر، تمام؟ فبالتالي ايه اللي هيعكسها بقى؟ اللي هيعكسها هو الاويل او الفيسكس فورس اللي جايه من الايه؟ من الاويل، تمام؟ اللي هي هتبقى جايه من الشير ستريس بتاع الاويل، تمام؟ فبالتالي ساعتها ده هو هيبقى الايه؟ القانون بتاعي. لو انا بس اخلي بس بدل في دي اخليها يو، فبالتالي ساعتها ان انا هيبقى عندي الابلايد فورس اللي هي الاف هتساوي ايه؟ ميو باي دي واي اللي هي الشير ستريس مضروبه في الايه؟ مضروبه في الكونتاكت اريا. طيب تعالى كده ناخد كل ترم مع ايه لوحده كده، ايه واحده واحده نوضحه واحده واحده. طيب هو في المساله مش مديني صريحه الميو، طيب هحسبها ازاي بقى؟ هو مديني كايناماتيك فيسكوستي والرو. احنا خدنا في بدايه الشرح في اول جزء في السكشن اتفقنا ان انا عندي كايناماتيك فيسكوستي بتساوي الميو على الرو. هو مديني كايناماتيك فيسكوستي ومديني الرو ان هو كان مديني السبيسيفيك جرافيتي بكام؟ 91%، فبالتالي كده انا اقدر احسب منها الميو ان انا هيبقى عندي زي ما واضحه قدامكم كده ال V كانت ب 8 في 10 اس 4، الرو سبيسيفيك جرافيتي في 1000،
فهيبقى عندي دي اللي هي الايه الميو. فبمنتهى البساطه هقدر احسب الميو او الدايناميك فيسكوستي ان هي ايه بالرقم ده، ان هي 728000 ايه باسكال في الثانيه. تمام. طيب يبقى كده انا قدرت ان انا احسب الايه، قدرت ان انا احسب الميو. تمام. تعالوا نشوف بقى هنحسب الديو باي دي واي والاريا ازاي. طيب لو احنا جينا بصينا يا شباب، انا بس هخلي دي بس يو، تمام، ودي اخليها يو يو. تمام. طيب زي ما اتفقنا ان الديو باي دي واي هي بتمثل التشينج اللي بيحصل في الفيلوسيتي، تمام، في اتجاه الواي او في اتجاه العمودي على الفلو. طيب عند البيرنج السرعه هتبقى بكام؟ انا عارف ان البيرنج بتتحرك بسرعه 3 متر على الثانيه اللي انا كنت مديها لك جيفن في المساله. طيب واحنا اتفقنا من نو سليب كونديشن الفلويد بياخد سرعه الجسم الملامس ليه، فساعتها هلاقي ان انا عندي السرعه عند البيرنج هلاقي ان هي بكام؟ هلاقي ان هي ب 3 متر على الثانيه. تمام. دي كده ايه، لا معلش دي اسف، دي هتبقى بكام؟ اللي هي اللي تحت دي هتبقى 3 متر على ايه؟ على الثانيه. همسح بس اللي فوق. طيب عند البيرنج انا عارف ان البيرنج ده بيبقى فيكسد، ان هو حاجه بتبقى ثابته وهو السلندر بيتحرك جواها. طالما انا عندي فيكسد فبالتالي ساعتها هلاقي ان انا عندي السرعه جواها هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. طيب المسافه اللي بيحصل فيها التغيير هتبقى بكام؟ هو كان مديلي ان انا عندي الجاب عندي ب 3 من 10 كام؟ مليمتر. تمام. فساعتها هلاقي ان انا اقدر اقول ساعتها ان انا هيبقى عندي، بس همسح دي بس اخليها يو، ان انا هيبقى عندي ديو باي دي واي هتساوي كام؟ هلاقي ان هي بتساوي 3 ناقص 0 على المسافه بتاعتي اللي هي 3 من 10 في كام؟ في 10 اس سالب 3. بالتالي ساعتها انا اقدر احسب ايه؟ الديو باي دي واي. تمام. طيب الكونتاكت اريا بقى، لو انا جيت بصيت هلاقي ان انا عندي، لو انا رجعت للمساله تاني فهلاقي ان انا لو عندي السلندر وهي بتتحرك جوه، هي بتتحرك جوه البيرنج، فالمساحه الاريا اللي بيحصل عليها تلامس هي السيرفيس اريا، تمام، اللي هي المساحه الجانبيه للسلندر. تمام. فبالتالي ساعتها هلاقي ان انا عندي، الاريا اللي بيحصل عليها تلامس هتبقى ان هي الكونتاكت اريا الايه، السيرفيس اريا. طيب السيرفيس اريا بتبقى عباره عن ايه؟ انا لو عارف ان السيرفيس اريا بتبقى عباره عن باي دي مضروبه في ال، هو كان مديني انا عندي الباي نزلها زي ما هي، الدايمتر كان هو مديها لي ب 25 مللي هقسمها على 1000 عشان احولها لمتر، وكمان كان هو مديني العرض بتاع البيرنج، ان هو كان مديني العرض بتاع البيرنج كان بكام؟ الطول بتاع البيرنج اللي هو بنص متر، فده اللي انا هستخدمه في الايه؟ في السيرفس ايه؟ في السيرفس اريا، يعني انا عندي الطول هيبقى بكام؟ هيبقى بنص. تمام؟ فبالتالي منها اقدر احسب الايه؟ السيرفس اريا الايه؟ اللي عندي. تعويض مباشر بس في القانون اللي قدامكم ده، ان انا خلاص انا كنت قدرت ان انا احسب الميو، وقدرت ان انا احسب الديو باي دي واي، وقدرت ان انا احسب الاريا، فبالتالي هيبقى تعويض مباشر هقدر اطلع الفورس الايه اللي هي اللازمه، او اللي انا الابلايد فورس عشان اقدر احرك الايه، احرك السلندر بتاعتي بشكل ايه، بشكل إيه. واضحه كده يا شباب؟ تعالوا بقى نشوف مساله بعديها اللي هي هتبقى يعني شبه نفس المساله دي تقريبا، بس الفكره ان انا بدل ما يكون عندي سلندر بتتحرك بشكل لينير، ان انا هيكون عندي ايه؟ روتيتنج ايه؟ سلندر. طيب نبص بقى بعد يا شباب بقى ايه في الايه؟ المساله دي. نفس فكره المساله اللي فاتت، بس انا بقول لك دلوقتي ان انا عندي سلندر موجوده جوه بيرنج، تمام، وان هي بتلف بسرعه كام؟ 1800 ايه، لان ب 1800 ار بي ام، واديتك الدايمتر بتاع السلندر ان هي ب 25 ملي متر، وان انا عندي الهول او الدايمتر بتاع الهول اللي بتتحرك فيه ان هو بكام؟ ب 26.2 من 10. تمام. واديتك برضو العرض بتاع البيرنج ان هو 300 ملي متر، واديتك كمان الفيسكوستي ان هي بكام؟ ان الفيسكوستي بتاعت اويل ان هي ب 44% باسكال في الثانيه. تمام. وفي الاخر جه طالب منك ايه بقى؟ جه طالب منك ان انت تحدد لي التورك، وان انت تحدد لي الايه؟ الباور. طيب انا بس في البدايه حابب بس ان انا ايه؟ ابقى اوضح لك حته مهمه، ان احنا المساله اللي فاتت احنا كنا المساله بتاعتي كانت لينير، فبالتالي كان هيبقى المسبب بتاع الحركه هي فورس، لينير فورس. تمام؟ لكن انا باجي اتكلم على حاجه روتيتنج، فهتلاقيني دايما ان انا حاجه اطلب منك ايه؟ ان انا حاجه اطلب منك التورك او العزم. ان احنا فاكرين مثلا في مسائل الميكانيكا بتاعت ثانويه عامه او حتى ميكانيكا اعدادي في هندسه، كنا دايما باجي اقول لك لما يكون في عندك عزم او تورك او مومنت، ده دايما بيبقى مرتبط بحاجه ان هي بتكون بتلف او ايه، او روتيتنج. فتلاقيني هنا في مساله انا كان عندك سلندر كانت بتلف بسرعه 1800 ار بي ام، جيت انا اوتوماتيك جيت طالب منك انت تحسب لي التورك، وجيت تحسب لي الباور اللي هي ايه، ابلايد على ايه، السلندر الايه اللي عندي. طيب المسألة دي همشيها بنفس خطوات المسألة اللي فاتت، بس مع الفرق ان انا بدل ما كنت بحسب فورس الزيادة، الخطوة الزيادة ان انا هروح احسب التورك واروح احسب الايه؟ الباور. تعالوا نشوف بقى هنتعامل معاها ايه ازاي.
تمام. انا زي ما شفنا المساله اللي فاتت، ان انا شفنا الفورس بتساوي ميو دي يو باي دي واي مضروبه في الاريا. ان انا عندي ميو دي باي دي واي دي هي اللي الشير ستريس، بضربها في الاريا عشان يبقى عندي فورس بتساوي فورس، ان انا هيكون عندي الابلايد فورس بتساوي الريزيستنج فورس. الميو كان هو مديها لي ب 44%، مفيش فيها اي مشكله. طيب الديو باي دي واي بقى هحسبها ازاي؟ نفس الفكره برضو، لو انا جيت بس صغرت الشاشه شويه تمام، حاجه بالشكل ده كده، فحاليا ان انا عندي ان انا بحسب التغير في السرعه ما بين، بحسب السرعه عند السلندر وبحسب السرعه عند البيرنج وبشوف المسافه اللي بيحصل فيها التغيير. طيب دلوقتي انا عندي حاجه روتيتنج تمام، عندي السلندر بتلف بسرعه اوميجا او بسرعه ان 1800 ار بي ام. طيب انا دلوقتي عايز احسب اللينيرز، عايز احسب سرعه الفلويد عند السلندر، فبالتالي زي ما اكون انا بحسب ايه اللينير سبيد بتاعه الايه بتاعه السلندر. طيب اللينير سبيد بتاعه السلندر هتساوي كام؟ احنا عارفين زي ما شفنا في مسائل الفيزياء او مسائل الفيزياء انها بتساوي ايه، اليو بتساوي اوميجا في ار. طيب الاوميجا هتساوي كام؟ الاوميجا كان هو مديها لي ب 1800 ار بي ام، فعشان احول ار بي ام راديان بير سكند هتبقى 1800 في 2 باي على 60 تمام. يبقى انا كده خليتها، خليت بدل ما هي كانت بار بي ام هتبقى راديان بير سكند، وهو كان مديني الار، كان مديني الدايمتر بتاع السلندر ب 25، 25 مللي، فبالتالي الريدس بتاعها هيبقى 12.5 مللي على 10 اوستات عشان احولها من مللي متر لايه؟ لمتر. فبالتالي دي كده هتبقى هي ايه؟ اليو بتاعت ان هي هتطلع 2.35 متر على الثانية تمام. دي كده اول حاجة. طيب السرعة عند البيرنج نتيجة ان انا عندي البيرنج بتاعي ان هو بيبقى فيكسد، فبالتالي السرعة عنده هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو تمام. طيب كده انا حسبت السرعة بتتغير ازاي. طب طب الجاب بقى اللي السرعة بتتغير فيها، لو انا رجعت للمسألة تاني هلاقي ان انا عندي الجاب عندي هو هيبقى انهي اريا، لو انا زومت عليها شوية هلاقيها ان هي الاريا دي تمام، اللي هو فرق المسافة ما بين ال 25 و ال 26 و2 من 10. طيب هل انا هاخد هتبقى 26 ناقص 2 من 10 ناقص 25 بس، ولا هيبقى ايه؟ لا انا هلاقي ان انا عندي نتيجه ان انا دي عندي سلندر وفي سيمتري، فهلاقي ان انا عندي المسافه دي هي الايه؟ المسافه دي. فبالتالي انا هاخد المسافه دي مره واحده بس، فبالتالي عشان اعمل كده هعمل ايه؟ هتلاقي ان انا هعمل ايه؟ لما اجي ابص على الجاب هعملها ازاي؟ الريدال كليرنس هلاقي ان هي هتبقى عباره عن 26 و2 من 10 ناقص 25 على ايه؟ على 2، نتيجة ان انا عندي سيمتري، فبالتالي المسافة هتبقى الريديال كليرنس ما بين التو سيلندرز هلاقيها ان هي بتبقى ايه؟ هاخدها مرة واحدة بس، فعشان كده هتلاقي ان انا بقسم على ايه؟ على 2، وهضرب في 10 اس سالب 3 عشان احولها من ملي متر احولها لايه؟ احولها متر، فبالتالي ده هو هيبقى الجاب معايا او الكليرنس ايه؟ عندي تمام. فكده انا قدرت احسب الدي يو باي دي واي. نفس الفكرة زي ما شفنا المسألة اللي فاتت، ان انا عندي لو انا عندي سلندر وحواليها زيت، فبالتالي الكونتاكت اريا هيبقى هو ايه؟ هو هيبقى السيرفس اريا عندي، اللي احنا زي ما شفنا ان هي بتساوي باي في الدي مضروبه في ال. كان مديني عندي الباي، الدايمتر كان ب 25 مللي، فتبقى 25 على 1000 عشان احولها لمتر، والال كان هو مديها لي ب 300 مللي، فهقسمها على 1000 عشان تبقى ايه؟ بالمتر. فبالتالي كده قدرت ان انا احسب الايه؟ احسب السيرفس اريا تمام. طيب فبالتالي هروح اعوض في القانون، هيبقى عندي ميو هتساوي دي يو باي دي واي، بس همسح دي بس كده، هخليها دي يو باي دي واي مضروبه في الاريا، فبالتالي هقدر بتعويض مباشر ان انا احسب الايه؟ ان انا احسب الفورس عندي، هلاقي ان انا عندي في النهايه الفورس تمام، سواء ابلايد او ريزيستنج هتساوي 39 وايه؟ 7 من 10. طيب احنا زي ما اتفقنا ان انا الخطوه الزياده ان انا عايز احسب التورك، انا مش عايز احسب الفورس، فبالتالي انا طلعت لفوق بس شويه كده، تعالى كده نفتكر مع بعض ايه شويه حاجات كده ايه سريعه. لو انا قلت لك مثلا ان انا عندي ايه، ان انا عندي سيلندر انا باثر عليها فورس تمام، والريدس بتاع السيلندر دي ان هي ار، فبالتالي العزم او التورك اللي انا باثر بيه هيبقى عباره عن ايه؟ التورك هتساوي الفورس في ذراع العزم. انا ذراع العزم عندي اللي هو هيبقى المسافه من نقطه التاثير للسنتر بتاع الجسم بتاعي، فهتبقى السنتر بتاع المسافه من المسافه دي او ذراع العزم ده اللي هو هيبقى الايه؟ هيبقى الار، ان انا عندي السلندر دي بتلف حوالين نقطه الاكس دي، فبالتالي هيبقى ايه؟ التورك هيساوي اف في ار تمام. دي ما فيش فيها اي مشكله، انا بس هيبقى انا لسه حاسب الفورس هضربها في الريديس. طيب تمهيدا بس المطلوب اللي بعد كده ان هو كان عايز يحسب الباور تمام. لو احنا فاكرين برضو من شغل الديناميكا في المسائل الميكانيكا، سواء في ثانويه عامه او حتى في اعدادي ميكانيكا، ان انا كان عندي الباور، لو انا بتكلم على جسم بيتحرك ان هو بيتحرك بصوره لينير، فساعتها كان انا كان بيبقى عندي ايه؟ كان بيبقى عندي الباور بتساوي الفورس في الفيلوستي تمام. لو قلت لك مثلا ان انا باثر على جسم معين بيتحرك بسرعه معينه، اثرت عليه فورس معينه، فبمنتهى البساطه هضرب الفورس في الفيلوستي اجيب الايه؟ الباور. طيب لو انا عايز احولها لحاله امدها اكستنشن ان انا تشتغل على
روتيتنج، فانا عارف ان الفي اقدر احولها ان هي هتساوي ايه؟ اوميجا في ار. تمام، انا عارف ان الفي لو انا عندي حاجه اسمها روتيتنج هيساوي اوميجا في ار. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هرتب المعادله بحيث ان انا اخلي الار الاف جنب الار ودي مضروبه في الاوميجا. تمام، طيب الاف في ار انا لسه حاسبها قدامك، انا عندي الاف في الار اللي هي الاف في الريدس بتساوي التورك، فبالتالي ساعتها في حاله ان يكون عندي جسم روتيتنج حاليا انا عندي الباور بتساوي ايه؟ تورك في اوميجا. تمام، واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي كده ايه، انا مهدت ازاي ان انا احسب التورك واحسب الباور. لو انا رجعت للمساله بتاعتي في منتهى البساطه، فانا حاليا انا عندي ما شفنا التورك هيساوي الفورس في الريدس، ولازم اركز ان انا بضرب في الريدس بتاع السلندر، يعني ما اروحش اضرب ان انا حدينا بستخدم الايه اللي هو كان مديني الدايمتر بتاع السلندر ان هو 25 مللي، فهيبقى الار ب 12 ونص على 10 استيات عشان احولها للمتر. تمام، يبقى كده انا قدرت ان انا احسب التورك ان هو هيبقى نص نيوتن في المتر، وان انا اروح احسب الباور فهلاقي ان انا هيبقى عندي الباور بتساوي ايه؟ بتساوي التورك في الاوميجا. التورك انا لسه حاسبه ان هو نص متر، الاوميجا اللي هي هتبقى 2 باي ان على 60، او ان هي 2 باي في 1800 على 60. تعويض مباشر هيطلع معايا ان انا عندي الباور بكام؟ 95.8 ايه وات. تمام، واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي دي كده ايه، احنا لغايه دلوقتي كده حلينا ايه، ثلاث مسائل على الجزئيه بتاعه الايه، الفيسكوستي. تمام، تعال نشوف بقى ايه فكره جديده على المسائل ايه مهمه جدا ممكن تيجي ايه في الامتحان. طيب نبص بقى مع بعض يا شباب ايه في المساله دي. تمام، هنا بيقول ان انا عندي 3 بليتس، واحد فيهم بيتحرك بسرعه، الابر بليت بيتحرك بسرعه 2 متر على الثانيه، وعندي الميدل بليت ان هو عباره عن بلاستيك بليت، بحيث ان انا عندي اللي ما بينهم انا جيت حاطط ايه، جيت حاطط ميه على سمك 1/10 ايه سنتي. طيب قال لي كمان ان انا عندي اللور بليت كان ما بين البلاستيك بليت ومكان ما بين اللور بليت اللي هو بليس ده، انا كنت حاطط اسرين على سيكنس 2/10 كام سنتي. تمام، بحيث ان انا عندي الميو بتاعت الووتر كانت هو ده لي بواحد من الف باسكال في الثانيه، واداني الميو بتاعت الاسيرين ان هي كانت بكام 199/10000 ايه باسكال في الثانيه. تمام، ايه بقى اللي هو طالبه مني؟ اللي هو طالبه مني ان هو عايز يجيب الدايركشن والسبيد بتاعت اللور بليت، علشان ايه؟ عشان ان يكون عندي البلاستيك بليت ان هو يفضل فيكسد او ستيشنري. تمام، ان انا يكون عندي بلاستيك بليت اللي هو الميدل بليت اللي في النص ده ان هو ايه يفضل فيكس. طيب تعالوا كده يا شباب نفهم المساله مع بعض كده ايه واحده واحده. هو انا دلوقتي إيه عايز عشان البليت يفضل بلاستيك بليت او الميدل بليت يفضل فيكس، لازم افهم الاول ايه الفورسز اللي بتاثر عليه. فانا لو زومت كده شويه، تمام، فهلاقي ان انا عندي ايه الفورس اصلا عندي، عندي انا الابر بليت بتحرك لفوق، فبالتالي هيحرك الفلويد معاه، فالفلويد او الميه هتحاول ان هي تحرك البليت من فوق، مثلا هنسمي الفورس فورس اف 1. طيب عشان يفضل البليت ده فيكسد او ستيشنري او سيجما الفورس عليه بتساوي زيرو، فبالتالي لازم يكون عليه فورس تانية بتتزن معاها، على سبيل المثال مثلا هسميها اف 2. يبقى بالتالي معناها ان انا عندي الفلويد بيتحرك في الاتجاه ده، فمعناها ان كده ان اللور بليت هيتحرك ايه ناحيه الشمال مثلا، على سبيل المثال مثلا ايا كان السرعه هسميها مثلا سرعه بي. فبالتالي كده من خلال فهمي للمساله انا كده فهمت ازاي عرفت ان انا ايه البليت اللي هو اللور بليت ان هو ايه هيتحرك. تمام، طيب فيبقى بالتالي انا كده قدرت ان انا احسب الايه الايه، قدرت احدد الاتجاه. طب بقى الماجنتيود بتاع السرعه هحدده ازاي بقى؟ بمنتهى البساطه هقول ان انا عندي اف 1 هتساوي اف 2. تمام، ان انا عندي الفورس اللي هتيجي من الابر بارت اللي هي هتيجي من الميه هتساوي ميو ووتر دي يو باي دي واي مضروبه في الاريا، وكمان الفورس رقم 2 هتساوي الميو اسيلين في دي يو باي دي واي مضروبه في الايه؟ مضروبه في الاريا. تمام، طيب فيبقى بالتالي ساعتها حاليا ان انا هعمل ايه؟ هو في المساله ما جابليش سيره الاريا بتاعت الميدل بليت، انا كلامي كله لغايه دلوقتي على الميدل بليت اللي هو الاريا دي، انا كده اللي هي الاريا دي والاريا دي. طيب لو جيت بصيت هو ما ادانيش حاجه في المساله. طيب لازم اكون من خلال فهم المساله عارف، حتى لو هو ما ادانيش قيمه الاريا بتاعت البليت، ان انا عارف ان الاريا اللي بيحصل بيها كونتاكت هي ما بين التو ليكويدز، الاريا اللامسه من فوق هي نفس الاريا اللامسه من تحت. طيب فبالتالي ساعتها ان انا اقدر اكنسل الاريا دي، اقول ان انا عندي الاريا دي اكنسلها مع دي، او دي اكنسلها مع دي. تمام، دي كده ايه اول حاجه. طيب الميو ووتر هو كان مديها لي بواحد من الف. طيب لو جيت بصيت على مسألة من فوق هلاقي ان انا عندي، هلاقي ان انا عندي في الجزء اللي فوق هلاقي السرعة ان هي بتتغير من زيرو، لان هو كان مديني ان البلاستيك بليت او الميدل بليت ان هو فيكسد، ل
اتنين، المسافة اللي بيحصل فيها تغيير هتبقى بكام؟ اللي هي بواحد من عشرة، 1/10 سنتي. فبالتالي لو انا نزلت تحت، فبالتالي هلاقي ان انا عندي ايه؟ اول جزء ان انا هيبقى عندي السرعة هتبقى 2 ناقص 0 على الجاب اللي هو ايه؟ 1/10 ايه؟ سنتي. طيب الناحية التانية كان هو مديني، الميو بتاعت الاسيلين ان هي 199/10000، وفاضل بس الجزء الاخراني ان انا احدد الديو باي دي واي. انا عندي السرعة بتتغير من في نوت عند اللور بليت اللي انا عايز احسبها لغايه زيرو عند الميدل بليت او البلاستيك بليت زي ما اتفقنا، هو قال ان هو فيكس، فبالتالي ده هو هيبقى قيمه التشينج في السرعه. الجاب او المسافه بيحصل فيها تغيير هي كانت 2/10 سم، ان هو زي ما اداني في المساله ان هو قال لي هنا المسافه دي بكام؟ قال لي المسافه دي ب 2/10 ايه سنتي. تمام، فيبقى بالتالي كده مش هلاقي ان انا عندي غير مجهول واحد بس في المساله اللي هو الفي نوت، فبالتالي هقدر بمنتهى البساطه احسبه ان هو يطلع كام؟ 2/10 ايه متر على الثانيه. تمام، واضحه كده يا شباب؟ فبالتالي دي كده ايه كانت فكره برضو مهمه لازم نكون ايه عارفينها. تعالوا بقى بعد كده نشوف، بس هيبقى فاضل بس مساله اخيره لازم اقول فكرتها عشان يبقى ايه، يبقى احنا كده ملمين بكل الافكار اللي موجوده في الجزء بتاع الايه، بتاع الفيسكوس. طيب تعالوا بقى يا شباب نشوف بقى ايه اخر مساله معانا بقى ايه في الجزء الخاص بالفيسكوستي او اللزوم. بيقول لي ان انا هنا عندي 3 بليتس، واحد فيهم كان فيكسد والتاني كان الميدل بليت كان بيتحرك بسرعة 1 متر على الثانية في الاتجاه ده، بحيث ان انا عندي مسافة ما بين الابر والميدل بليت كانت 1 ملي متر، وكمان قال لي ان انا عندي اللور بليت ان هو كان ان هو بيتحرك بسرعة 3/10 متر على الثانية في الاتجاه ده اللي هو البليت ده، بحيث ان المسافة ما بين الميدل واللور بليت ان هي بكام؟ 2.6 كام ملي متر. تمام، قال لي ان انا عندي 3 بليتس دول الليكويد اللي ما بينهم هو نفس الليكويد، وقال لي ان انا عندي الميو بتاعته ان هي بكام، او الدايناميك فيسكوستي ان هي 27 من ايه، من 1000 باسكال في الثانية. تمام، ايه تاني؟ كمان اداني الاريا بتاعه الميدل بليت ان هو قال لي ان هي عباره عن مربع 20 في 20 سنتيمتر ايه مربع. ايه بقى اللي طالبه مني؟ ان هو طالب ان هو عايز يحسب الفورس اللي موجوده على الميدل بليت نتيجة الحركة بتاعته، ان هو بمعنى اصح ان هو عايز يجيب الفيسكس اي فورس، يعني هو بمعنى اصح ان هو عايز يجيب الفورس اللي بتأثر على الميدل بليت ده اللي هو بيتحرك بسرعة 1 متر على الثانية. طيب هعملها ازاي دي بقى؟ لو انا جيت زومت كده، تمام، نتيجة ان انا عندي الميدل بليت ان هو بيتحرك في الاتجاه ده، فبالتالي ان انا هيتولد عليه مقاومه للحركه، هتلاقي ان انا عندي في جزء هيجي من الابر بارت وفي جزء هيجي من الميدل بارت، ممكن اسمي اللي فوق دي F1 واسمي اللي تحت ايه اسميها F2. تمام، طيب الفورس دي هتتكون نتيجه ان انا عندي ريلاتيف فيلوسيتي، او ان انا عندي في فرق في السرعه ما بين البليتس، يعني على سبيل المثال هيبقى عندي في فورس هتولد في الابر بارت اللي هو ده، وجزء اللي هو مثلا هسميه رقم واحد، وجزء في الايه في اللور بارت اللي هو ما بين الميدل واللور بارت، نتيجه ان انا عندي في فرق في السرعه ما بين البليتس ايه وبعضها. تمام، فبالتالي ساعتها لو انا جيت بصيت على الميدل بليت، تمام، فانا هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الاف توتال هتساوي F1 زائد F2. F1 دي لو جينا بصينا عليها هنلاقيها ان F1 دي اللي هي بتبقى جايه من الابر بليت، وF2 دي اللي هتبقى جايه من اللور ايه؟ اللور بليت. طيب قصدي معلش الابر بارت. طيب من في الابر بارت، فبالتالي هيبقى عندي الفورس هتبقى ميو دي يو باي دي واي مضروبه في الاريا. تمام، واللور بارت هيبقى ميو دي يو باي دي واي مضروبه في الايه؟ مضروبه في الاريا. تمام، فلو جيت بصيت على الابر بارت هلاقي ان انا عندي ايه اللي كومن عندي؟ هلاقي ان انا عندي الميو والاريا، وكذلك هنا الميو والاريا ان هم كومن ما بين اتنين، مشتركين ما بين اتنين، فبالتالي انا ممكن اسهل على نفسي مساله واخدهم عامل مشترك، ان انا هنا هيبقى عندي هنا ميو في الاريا، هل الاريا انها عندي عباره عن 20 في 20 مقسومه على ايه 10 اس، عشان احولها من سنتيمتر مربع لايه متر مربع، اللي هيتبقى لي بس هما الترمين بتاع الدي يو باي دي واي. تمام، لو انا جيت بصيت على الابر بارت هلاقي ان انا عندي ايه؟ هلاقي ان انا عندي السرعه بتتغير من 1 متر على الثانيه لغايه زيرو عند الابر بليت في مسافه قد ايه؟ في مسافه 1 ملي متر اللي هي الدي يو باي دي واي، فبالتالي ساعتها هكتبها ازاي؟ هكتبها ان هي هتبقى 1 ناقص 0 على المسافه اللي هي 1 ملي متر، هتبقى 1 في 10 اس سالب 3. طيب التركيه هنا بقى هتيجي فين؟ هتيجي ان انا احسب اللور بارت، ان انا هيبقى عندي السرعه بتتغير ما بين 1 متر على الثانيه، واركز بقى ان هو هيبقى دي فيها تركيه ايه بسيطه. تمام،
ان انا هيبقى عندي السرعة هتبقى في الاتجاه ده من 1 متر على الثانية في الاتجاه ده ل 3 متر على الثانية في الايه؟ في الاتجاه. نتيجة ان انا هيبقى عندي فرق في الاتجاه، هيبقى عندي مثلا واحد من 10 متر على الثانية بتتحرك في اتجاه اليمين ودي بتتحرك في اتجاه الشمال، فبالتالي لازم واحدة فيهم هتاخد اشارة سالب، تمام؟ فعلى سبيل المثال هتلاقي ان انا كتبتها بقى ازاي؟ هتلاقي ان انا كتبتها ان السرعة بتتغير ما بين واحد، تمام؟ اللي هي الابر بليت ناقص اللور بليت اللي هو هيبقى ماينس 3 من 10، ايه؟ واحد ماينس 3 من 10، ان انا هيبقى عندي السالب دي هي مش قيمة، هي اتجاه، نتيجة ان انا عندي في فرق في اتجاه، في بليت بيتحرك ناحية اليمين واللور بليت بيتحرك ناحية الشمال، فبالتالي ايه هتبقى ايه؟ لازم احط الايه؟ الاشارة السالب دي، تمام؟ على مسافة ما بينهم اللي هي 2.6 في 10 سالب ايه؟ 3، اللي هي 2.6 مللي متر، بحولها لمتر فاضرب في 10 سالب 3، هجمع الترمات دي في الاخر فهيطلع ان ده هو عندي الفورس بتأثر على الايه؟ الميدل بليت بتاعي، تمام؟ واضحة كده يا شباب؟ فبالتالي ده كده كان هو الجزء الخاص بالجزء بتاع الفيسكوس، تمام؟ السكشن الجاي ان شاء الله هنبدأ بقى ان احنا الريتم يعلى اكتر، وان احنا نبدأ نتكلم بقى الجزء الخاص بالبريشر ميجرمنت بالايه، وكمان جزء بتاع الايه بتاع المانومترز، تمام؟ بالتوفيق ان شاء الله.